ها هو رئيس مصر الجديد محمد مرسي يتسلم السلطة رسميا بعد أدائه اليمين الدستورية في المحكمة الدستورية العليا، ليكون بذلك أول مدني يتولى الرئاسة في مصر بعد 4 رؤساء من مؤسسة الجيش. مرسي وبعد أدائه القسم أكد سعيه إلى إقامة دولة مدنية وطنية دستورية حديثة. ومن المحكمة الدستورية العليا توجه مرسي إلى قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، حيث أدلى بكلمة أمام قيادات شعبية وسياسية من بينها المشير حسين طنطاوي الذي كان جالسا في الصف الأول، أعلن فيها أن مصر لن تعود إلى الوراء وأن الجيش المصري العظيم سيعود ليتفرغ لمهمته في حماية حدود الوطن. نؤكد على احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضاً للشعب السوري. الشعب الشقيق في سوريا، نحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل كل جهد من أجل ذلك في المستقبل القريب. وأضاف مرسي أن المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها، فيما بدا أنها إشارة إلى مجلس الشعب المنحل من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن قاعدة الهايك ستيب العسكرية تسلم مرسي السلطة قائلاً: أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس العسكري لأصبح مسؤولاً عنهم، كما أنني مسؤول عن شعب مصر جميعاً. طنطاوي أعلن بدوره أن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب، وأن المجلس العسكري ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وبذلك تكون الثورة المصرية قد دخلت مرحلة جديدة.